بسم الله الرحمن الرحيم. نستعرض الآن الوحدة الثانية بعنوان قياس النشاط الاقتصادي، وهي الوحدة الثانية في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. في البداية بنقول إن الناتج المحلي الإجمالي هو من أكثر المقاييس الاقتصادية شيوعا واستخداما لقياس الأداء الاقتصادي بشكل عام. وعشان نفهم هذا المصطلح لابد وأن نستعرض ما يسمى بنماذج حلقة التدفق الدائري للدخل. وفي الحقيقة احنا عندنا نموذجين، أحدهما في اقتصاد مغلق والآخر في اقتصاد مفتوح. نستعرض الآن نموذج حلقة التدفق الدائري في الاقتصاد المغلق، اللي هو مكون من قطاعين فقط، وهما القطاع العائلي والقطاع الإنتاج. ويتلخص النموذج الأول وهو النموذج المغلق فيما يلي: يقوم القطاع العائلي بتقديم خدمات عناصر الإنتاج من عمل وأرض ورأس مال وتنظيم للقطاع الإنتاجي، بينما يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر الإنتاج والمتمثلة في الأجور والريع والفوائد والأرباح. يقوم القطاع الإنتاجي بعد ذلك بتقديم السلع والخدمات للقطاع العائلي، بينما يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات ودفع قيمتها للقطاع الإنتاجي. ويمكن أن نستعرض هذا النموذج بشكل مبسط في الشكل التالي، والذي يوضح الآتي. من خلال هذا النموذج أو من خلال هذا الشكل يتضح أن القطاع العائلي يقوم بتقديم خدمات عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، يقوم بتقديمها إلى القطاع الإنتاجي، وفي مقابل ذلك يقوم القطاع الإنتاجي بدفع أو دفع ثمن هذه الخدمات اللي هي عوائد ودخول عناصر الإنتاج اللي هي الإيجارات والأجور والفوائد والأرباح، وكل الكلام ده يتم دفعه للقطاع العائلي. وهذا فيما يتعلق بالشق الأعلى من الشكل. أما في الشق الأسفل من الشكل بنلاحظ أن القطاع الإنتاجي يقوم بتقديم السلع والخدمات النهائية للقطاع العائلي، بينما يقوم القطاع العائلي بدفع ثمن أو قيمة هذه السلع والخدمات للقطاع الإنتاجي. إذن بشكل سريع نقول، أو بشكل ملخص نقول، أن الناتج من السلع والخدمات يولد دخلا، وهو دخول عناصر الإنتاج، وهذا الدخل أو هذه الدخول يتم إنفاقها مرة أخرى على الناتج. إذن فالناتج يولد دخلا والدخل ينفق على الناتج. إذن ما العلاقة بين الناتج والدخل؟ يرى الاقتصاديون أو يؤكد الاقتصاديون أن المفهومان اللي هو الناتج والدخل هما وجهان لعملة واحدة، فالناتج هو يشكل وجه الإنتاج للسلع والخدمات، أما الدخل يمثل وجه القيم النقدية للإنتاج، والعلاقة بينهما لابد وأن يحدث بينهما تساوي مع إجمال أن فالعلاقة بينهما لابد أن يتساوى الدخل مع إجمالي الناتج. إذن العلاقة هي علاقة التساوي التام. نستعرض الآن نموذج حلقة التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من الأربعة قطاعات اللي احنا تحدثنا عنها من قبل، ويوضح الشكل التالي التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة، ويتلخص هذا النموذج فيما يلي: أول حاجة أن القطاع العائلي ينفق جزء من دخله الذي يحصل عليه على استهلاك السلع والخدمات، وهذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين. رقم 2، يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى سوق المال كالبنوك، وتقوم سوق المال بعد ذلك باستثمار هذه المدخرات وتوجيهها نحو القطاع الإنتاجي. رقم 3، يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة الضرائب للقطاع الحكومي، والتي يقوم بدوره بعد ذلك بإنفاقها على البنية الأساسية وعلى مشروعات الحكومية. 4، يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة الواردات التي حصل عليها من العالم الخارجي، ثم يقوم القطاع الإنتاجي من ناحية أخرى بتحصيل قيمة الصادرات التي قام بتصديرها للعالم الخارجي. ويمكن أن نستعرض نموذج حلقة التدفق الدائري في الشكل التالي. يلاحظ من الشكل المتاح أمامنا الآن أن القطاع العائلي يقوم بتوزيع دخله إلى جزئين: الجزء الأول وهو الإنفاق الاستهلاكي، وهو يتم توجيهه إلى القطاع الإنتاجي، والجزء الآخر من دخله يكون على هيئة مدخرات أو ادخار يوجه نحو السوق المالي، والسوق المالي كالبنوك يقوم بتحويل هذه المدخرات إلى مستثمرات موجهة نحو القطاع الإنتاجي على هيئة قروض ائتمانية وما إلى ذلك. يأتي بعد ذلك دور القطاع الحكومي، وطبعا دور القطاع الحكومي مع
معروف ان هو بيقوم بتحصيل قيمه الضرائب من القطاع العائلي، تحصل الضرائب من القطاع العائلي، ثم يقوم بعد ذلك هو بدور بانفاق هذه الضرائب او الايرادات العامه على الانفاق العام، مثلا على التعليم وعلى الصحه وعلى البنيه الاساسيه وغيرها من المشروعات الحكوميه. ياتي بعد ذلك دور القطاع الرابع اللي هو قطاع العالم الخارجي، ونلاحظ في ذلك ان القطاع العالم الخارجي يقوم بتحصيل قيمه الواردات من القطاع العائلي، وقيمه هذه الواردات يعني من سلع وخدمات قام القطاع العائلي بشرائها من العالم الخارجي، فبالتالي لابد ان يقوم بدفع ثمنها لقطاع العالم الخارجي. ومن ناحيه اخرى يقوم القطاع الانتاجي بتحصيل قيمه الصادرات التي قام بتصديرها لقطاع العالم الخارجي.